إذن نرحب بالمتحدث الرسمي لدائرة صحة نينوى عبر الهاتف دكتور بشار الجادر. مرحبا بك دكتور بشار. إذن كنا نستمع إلى مدير صحة نينوى وكذلك مدير مستشفى الموصل حول الإصابات، هل لك أن تطلعنا على الحصيلة النهائية؟ هل استقر العدد عند 11 إصابة وهل هناك وفيات لا قدر الله؟ السلام عليكم، شكرا جزيلا لقناتكم الموقرة. مثل ما ذكر تقريركم الإصابات مثل ما تفضل به مدير عام هو أنه لحد الآن 11 إصابة، ولكن كان أكو حالة إصابة واحدة خطرة، صاروا حالتين إصابة خطرة. الحالات تفاوتت بين الخفيفة إلى متوسطة إلى شديدة. الحمد لله الوضع مسيطر عليه. طبعا من أول لحظة سيارات الإسعاف الفوري توجهت للمكان، والكوادر كانت مستنفرة من بداية الحادث. تم توزيع المرضى على عدة مستشفيات حتى لا يكون اكو تكدس، يعني اكو يصير ازدحام في مكان على مكان. مثل ما ذكرنا اول حاله كانت لمستشفى ابن سينا، المستشفى السلام، وست حالات للموصل العام واربع حالات للجمهوري. الحالات اللي مستشفى الموصل العام واحده فقط اصابه في الراس وادخلت لفتره العمليات، البقيه يعني اصابات خفيفه. ان شاء الله يتم اجراء اللازم ويخرجون بخير وسلامه. عندنا بمستشفى الموصل، المستشفى الجمهوري، عندنا مريض كسر في الفخذ، عندنا مريض إصابة بالكتف، وعندنا مريض خدوش بسيطة. البقية الاثنين الحمد لله الوضع مستقر عليه، ولكن المريض اللي كان في مستشفى السلام كانت إصابته شديدة في كسر في فقرات العمود الفقري، تم نقله إلى مستشفى ابن سينا لأنه وجود هناك جراحة الجملة العمود الفقري والجملة العصبية. الوضع مسيطر عليه، ولكن يعني حالته يعني تكون متأزمة لأنه هناك ضرر بالحبل الشوكي. ننتظر رأي الأخصائيين ونعلمكم بآخر المسجدات إن شاء الله. لكن إصابته يعني تعتبر يعني أخطر إصابة هو. طيب دكتور بشار، فيما يخص حوادث كهذه الحوادث، هل هناك مهندسون أو مهندسو سلامة عامة يكونوا في مشاريع كهذه المشاريع لديهم تعليمات معينة ربما حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث المأساوية؟ أكيد أكيد طبعا لازم يكون مهندسين، لأن هذه يعني مشاريع يكون المفروض يكون المشرف عليها مهندس، ولازم يكون العمال يعني يرتدون ملابس الوقاية من خوذ وملابس وشروط الأمان يتخذوها. احنا طبعا هذه أتوقع هي ثالث حالة يتم فيها سقوط سقف أثناء الصب، وهو يسمون سقف يعني بالسكلة، يعني أشوان طبقتين ارتفاعه كلش عالي. فأتوقع يعني لو ما متخذين شروط السلامة ومتخذين إجراءات الوقائية اللازمة ما كان وصلت هذه المرحلة. يعني مفروض العامل لابس خوذة، ماخذ حذره بالعمل. إحنا ليش ننتظر إلى أن المريض الإنسان ينصاب عندنا يلا نعالجه، وخلي الوقاية خير من العلاج. فإصابات كثيرة طبعا، هاي ما أول حالة، يعني عدة حالات عصير من هاي يعني على هكذا شكل. نعم. نتمنى لهم السلامة. شكرا لك المتحدث الرسمي لدائرة صحة نينوى دكتور بشار الجادر.